السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الكرام، مرحبا بكم على قناة آدم جنوبا. إخوان شحال هذا ما درت شي فيديو من اللي كان توفى الوالد الله يرحمه، من تما وقي قاع درت لا فيديو لا تا حاجة. مشيت مع شي جمرات ولا مع ثلاثة للصيد، لأني ما صورت حاجة، ما درت لا فيديو لا والو. واليوم قلنا إن شاء الله ندير لكم شي فيديو، ندخل البحر. ان شاء الله ندخل الداخل اليوم، نشوف الباركه ونشوفوا هذا الماتيريال عندنا. نتمنى من الله تكون شي حاصله. ايوا اخوان نشوفوا البحر من زاكي الباركة ديالنا، هي هادي البحر اليوم كالو. ها اخوان اصدقاء ديالي هما هادو. احنا الاخوان داخلين البحر، والله يجيب شي حوت، ما يجيب شي حصيله تقمها ورا يا ربي. عندنا كما كتشوفوا البحر كان مليان. الحاصلة الإخوان، هاي هما تبارك الله قسمناهم، هاي أربعة البرانزينيات، لأن البرانزينية إلا جبتهم للدار غنقعتهم معنا، وشدينا تبارك الله ثلاثة من هادو هما، وبورفوات هما، ما شدينا تبارك الله حصيلة كبيرة وتقاسمناهم. انا هذوك اخوان كل واحد قاسم شويه شويه، ما تليش عاود صور اخوان، حنت لقيت اللي صاب واحد لقيت تبارك الله موجود الحوت، ولا هذاك شي صغارات وكذا، راه حنا موجود الحوت وما بقيتش باش نسالي باش نصور ونشد. صافي ها شد لاح شد لاح. ايوا ان شاء الله غادي نصور لكم المره الجايه طريقة. هادو كاملين اخوان بهذاك قمرون اللي قلت لكم ديال قمرون قري، هاك يضربوا عليه. هاد برانزين ما تبقى فوق الماء، حنت كاين فوندو صراحة. الصيد ديال البركة الظهر ماشي بحال هيا الإخوان، هانتوما تبارك الله كل حوتة يا حوتة، حوتة الداخل هانشوف الإخوان فيكم الداخل ديالها. قاعد مثلا كنقيم قيم شوية تبلات أنا الإخوان غنصورها بحال صراحة، ماكش بغيت نصور حيت أنا علاش متليش صورتهم، متليش صورتهم الإخوان حيت مشديش موريش كيفاش نشدهم. صافي حاجة أنا موريش كيفاش نشدهم، تنقول صافي بلاش خليت حتى مرة واحدة أخرى. يعني قلت أش غندير، أنا بعد على الأقل غنوريكم الحصيلة، ونتمنوا من الله المرة الجاية إن شاء الله الإخوان. وما تنساوش بلي لايك والاشتراك في القناة، وشكرا لكم بزاف بزاف.